تأسست شركة مواصلات سنة 2004، ومنذ تأسيسها ويتقدم أحدث وأكثر خلنا نقول سيارات الأجرة المتطورة في العالم، وأيضا يتم تحديثها بشكل دوري، وتقدم أحدث أسطول سيارات أجرة لتوافق خلنا نقول رغبات مستخدمين النقل العام في دولة قطر، وأيضا تقدم سائقين ومشرفين على تدريب وكفاءة عالية جدا. للحديث أكثر عن كروة يسعدنا يكون معنا خالد كافود مدير إدارة العلاقات الحكومية والإعلام. أهلا مرحبا فيك معنا يا خالد. أهلا مرحبا فيك أخوي، وإن شاء الله نجاوب على كل أسئلتكم ونرضي المشاهدين بإذن الله. نبدأ بأول سؤال خالد، عرفنا شلون بدأت فكرة كروة. شركة مواصلات بدأت في 2004، بدأت لتنظيم عمل اللي هي سيارات الأجرة. طبعا سيارات الأجرة هي كانت أول تاكسي البرتغالي، البرتغالي. فبدأت في 2004 لتنظيم عمل سيارات الأجرة ضمن ضوابط وشروط لتقديم خدمات أحسن، لأن ما وصلنا لها اليوم. يعني أنت تشوف اليوم السيارات مجهزة بكل التكنولوجيا، صحيح. الراحة، الرقابة اللي تتم عليها، يعني في أمور حتى كثيرة. الأسعار يعني مناسبة للجميع. الأسعار إن شاء الله تكون مناسبة يعني للكل، وهي في الأخير منافسة يعني في السوق. صحيح. دائما تكلمنا عن المنافسة، نبغى نعرف سيد خالد عن الأمور اللي تحدث داخل شركة مواصلات تحديدا كروة، أن نوضح بشكل كبير حق العالم، لأن عبد الله أغلب السيارات في الكروة لونها نقول على البادي يكون لون واحد، ولكن السك يكون مختلف بألوان متغايرة. نقدر نوضح هذه الفكرة. الألوان لسقف مختلفة هي الشركات المشغلة للتاكسي. شركة مواصلات كروة طبعا شركة القطاع الخاص في تشغيل خدمة الأجرة، في أربع شركات مشغلة للتاكسي بالإضافة إلى شركة مواصلات كروة. طبعا السقف يختلف من بالألوان، في لون اللي هو الرصاصي، في لون المارون، في الرمادي، في الأصفر. هذه كلها شركات مختلفة طبعا تم إشراكها في خدمة اللي هي السيارات الأجرة. جميل. خالد، كم عدد التكاسي الموجودة وكيف يتم تقسيمها للمناطق في دولة قطر؟ عدد سيارات التاكسي تقريبا 4000 سيارة تاكسي متواجدة في الشوارع. تقسيم السيارات طبعا في بعضها يقسم على حسب المناطق اللي هي فيها اللي هي مناطق الذروة والمجمعات التجارية. نعم. وفي سيارات طبعا حسب اللي هي الطلب من سواء كان عبر التطبيق اللي هو تطبيق كروة أو الاتصال بالكول سنتر. جميل. وأيضا سيارات اللي موزعة في المطار، مطار حمد الدولي. نعم، في سيارات موجودة هاي دايم بشكل يومي بالإضافة لسيارات اللوموزين طبعا. أكيد. طيب سيد خالد، خلينا نتكلم عن الحملة الترويجية بإلغاء رسوم الحج ورسوم الخدمات التقنية. هذه حملة طبعا أطلقتها شركة مواصلات من فترة، هي للتشجيع على استخدام اللي هو تطبيق كروة. لغت الرسوم اللي هي بعض الرسوم لتخفيض التشجيع على حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق. جميل. طبعا الحجز عبر التطبيق بيريح الواحد انه يوقف في الشارع ينتظر التاكسي. طبعا اول ما تطلب انت التاكسي راح توصلك جميع المعلومات من خلال التطبيق للسائق، لرقم تلفونه، يوصلك مسج اول ما يكون السائق موجود عند الباب، يوصلك مسج ان السائق متواجد برا وينطرك. جميل. ما تكلمنا عن السائق، كيف يتم اعداد السائقين في كروة ايضا المشرفين اللي هم على جودة عالية من الكفاءة؟ السائق اول ما يجي طبعا من بلاده لازم تكون في بعض الشروط اللي تتوافر فيه، لازم يكون عنده رخصة من بلاده، بالإضافة الى انه يتم تدريبات مكثفة على القيادة لحد ما يحصل على الرخصة. حلو. وفي تدريبات اخرى على استخدام اللي هي الأجهزة اللي في التاكسي، العداد، كيفية التعامل ويا الراكب. يتم تدريبهم لفترة على أساس أنه يعرف الأماكن المهمة في البلد، الأماكن السياحية. حلو. شلون يتعامل ويا الراكب اللي جاي من المطار. تدريبات كثيرة. ونقدر نقول أن اختلاف ثقافات، فلازم الواحد يعرف ثقافة الدولة الجاية عشان تتكلم عن أكثر من 7000 سائق
من جنسيات مختلفة. صحيح، فشيء صعب يعني. أنت تعتبر نقدر نقول كورسات تعطونهم في هذه الأمور؟ كورسات دائمة، وحتى بشكل متجدد في تعاون بيننا وبين إدارة المرور بشكل دائم في تحديث أي قانون ينزل، أي قواعد مرورية جديدة، في حملات قبل بدء العام الدراسي لسواقين باصات المدارس. هاي كلها طبعا تصب في مصلحة إن الحفاظ على سلامة الراكب. راح نتطرق أيضا عن موضوع المدارس مع باصات كرة، ولكن خلينا نتكلم أيضا عن دخول كريم وأوبر طبعا بشكل كبير في قطر. هل نقدر نقول أن دخول كريم وأوبر في هذا التطبيق وفي الشوارع أثر في عمل كروة؟ بالعكس، هو فتح باب المنافسة لتحديث خدماتنا وتطويرها لتقديم الأفضل من خلال الخدمات الإلكترونية، من خلال خدمة ما بيع، يعني ما بعد البيع مثل ما تقول. يعني أتوقع يعني حتى اسطولنا في تجديد مستمر، سيارات جديدة واسعة مريحة. صحيح، السواقين مدربين، هي في الأخير منافسة يعني. جميل. للأمانة السيارات كروة بصراحة فيها تقنيات حديثة جدا جدا. يعني الواحد لما يستخدم هالسيارة يحس إنه فعلا هو راكب في، أو عنده خلنا نقول شركة شغالة صح، اللي انها تعطي كل سبل الراحه. ما تكلمنا على الباصات خالد، خلينا نتكلم عن من وين تبتدي خطوط باصات كروة وين تنتهي في المناطق اللي هي خدمات النقل العام. نعم، شبكه النقل العام طبعا تغطي جميع مناطق الدوحه سواء الداخليه او الخارجيه. طبعا هذه الخطوط يتم تحديثها بشكل دائم. ما شاء الله البنية التحتية في البلد قاعد تتطور يوم بيوم، وفي شوارع جديدة تفتح. هذه كلها طبعا حاطينها في الحسبان. عندنا إدارة مختصة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، الخطوط هذه دائما تتحدث، والنقاط هذه نقاط التوقف للباصات دائما تزيد، وأعداد الباصات للنقل العام في زيادة مستمرة. طيب، هل نقدر نقول مع تواجد دولة قطر في أكبر محافل، و أكبر محفل جاينا هو كأس العالم 2022 في استقبال هذا الحدث العالمي الكبير، نقدر نقول مع توسعة الشوارع والطرق الجديدة نقدر، هل راح نشوف خط خاص للتكاسي إنه يكون أسهل للحركة المرورية أيضا وللباصات؟ والله هذه في طبعا في خطط موضوعة من قبل الوزارة للنقل العام أكيد في المستقبل إن شاء الله يكون في يعني خطط تسهل النقل العام، تسرع من الوصول للنقاط هذه، ومع فتح الشوارع الجديدة والطرق الجديدة هذه إن شاء الله بتخف الزحمة والخدمة هذه بتتطور للأفضل. يعني ما نتكلم أيضا عن كأس العالم ومع البنية التحتية في دولة قطر، مع دخول المترو هل نقدر نقول المترو خفف الضغط عليكم، أو أنه ممكن يخطف أضواء كروة أن الخاص الكل يبدأ يستخدم المترو؟ بالعكس، المترو راح يزيد مثل ما تقول الخدمة علينا. النقطة اللي يتوقف فيها الريل راح يبدأ مشوار المواصلات كنقل عام كتاكسي. صحيح. طبعا هي شبكة متكاملة، شبكة النقل في دولة قطر شبكة متكاملة، كل يكمل الثاني. صحيح، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. طيب آخر سؤال قبل ما نختم يوسف، آخر سؤال بس في خاطري هالسؤال لازم أسأله. إذا تكلمنا عن المقترحات والشكاوي، أكيد شركة المواصلات كروة عندها توصل لموضوع المقترحات والشكاوي، لو وصل شكوى من السائقين نكون واقعيين إحنا أكثر في البرنامج، إنه توصل شكاوي كثيرة ونسمع شكاوي كثيرة عن سائقين كروة وبشكل عام. فإذا وصلت شكوى من سائقين كروة وثبتت الشكوى على السائق، كيف يتم التعامل من شركة المواصلات كروة من خلال هذا الإجراء؟ طبعا عندنا أقسام خاصة بالشكاوي، وعندنا كول سنتر نستقبل فيه أي شكوى. بالعكس، أي تصرف غير مقبول من قبل السائق تأكد أن الإدارة يعني تنظر له النظرة الجادة، ويتم فيها عقاب السائق إذا كان في ثبت يعني عليه الخطأ. في الأخير هاي تصرفات شخصية وغير مقبولة طبعا من قبل الإدارة. في قوانين أيضا تضع من قبل
شركة مواصلات إنه ما يمشي شوي شوي مثلا إنه يأخر خلنا نقول السيارات اللي وراء ولا الحوادث اللي كنا نشوفها من قبل. هو دائما اللوم كله يطيح على من؟ على سائق التاكسي. يعني هنا تكون في إجراءات صارمة بالنسبة لكم للسائق نفسه. أكيد في إجراءات صارمة طبعا، وفي الأخير مثل ما قلت لك هو تصرف شخصي غير مقبول إذا كان في خطأ. احنا دائما نحرص ان ندرب السائق تدريب مكثف على ان يعني يطلع يعني يستلم عجله القياده في السياره يكون مجهز تماما، بخلاف التصرفات الشخصيه طبعا الغير مقبوله. هذا شيء شخصي، تصرف شخصي غير يعني هاي نتصرف فيها اكيد وننظر لها منظور ويتم محاسبه السائق بشكل شخصي. بشكل شخصي طيب. إذا وصلنا لختام محورنا وأسئلتنا لهذا اليوم، شكرا للسيد خالد كافوت مدير إدارة العلاقات الحكومية والإعلام في شركة مواصلات كهرباء، يعطيك العافية على هذا الحضور. الله يعافيكم وتسلمون. الله يسلمك والله يعينكم على كأس العالم ترى قرب. إن شاء الله لا قدها إن شاء الله. مصر أكيد قدها وقدود مصر. شنو؟ مصر على خلق الله. ليش؟ كأس العالم يلا. على كل حال ننتقل لجراجنا والتقرير اللي جاي من عبد الله للجراج.